السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تيتشر سمر في قناة منوعات ولغات وبأفكار جديدة. أول حاجة دي العباية التانية اللي أنا قلتلكم عليها ومنزلها على البيج الخاصة بالفيسبوك تأسيس من السفر مع ميس سمر. وقلتلكم أن أنا هنزل في الكومنتس المكان اللي بجيب منه الحاجات دي بأرقام التليفونات وغيره، فما تنسوش تقولولي رأيكم عشان بجد يهمني وبحب أشارككم كل حاجة دلوقتي. ده أولا. ثانيا، زي ما في جزء خاص بالمنوعات في جزء بيبقى خاص باللغات، تمام؟ ما تنسوش ان انتوا تكملوا معايا الفيديو الاخره، لان زي ما بعمل ريفيوهات على حاجات انا بجيب منها الحاجات بتاعتي وبتعجبني وبحاول ان انا افككم فيها او اقول لكم ايه الاماكن وايه الاسعار اللي انتوا ممكن تاخدوها بيها، برضو لازم بنهتم بالتاسيس بتاعنا اي حاجه لها علاقه باللغه، وبنحاول نقولها بشكل مبسط وسريع عشان تناسب الاجواء اللي احنا فيها دي، ان كل حاجه فعلا بنحتاجها بسرعه الى حد ما، بنحتاجها معلومه كده على السريع فبنقولها في وسط الايه الريفيوهات الحلوه اللي احنا بنعملها. بالنسبه للعبايه دي كانت من المعز من مجموعه او كوليكشن العبايات اللي انا نزلتها، وكان في برده واحده ثانيه قلت لكم الاسعار بتاعتها، يعتبر انا لقيتها بنص الثمن او على الاقل بنسبه 70% لما انا كنت هجيبها اونلاين، نزلت بنفس الحسين وعرفت ان انا اجمع الكوليكشن ده ولسه هكمل مجموعه حاجات حلوه قوي، وهقول لكم على الاماكن بتاعتها عشان تشوفوها بنفسكم. طيب دي كام؟ دي كانت عامله حوالي 200 أو 220 240 حاجه زي كده، فبجد تحفه بالنسبه لخامتها، الخامه مريحه جدا. وفي فيديو منفصل لكل المجموعه اللي انا جبتها عامله لكم، وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك اشتراك للقناه وتكملوا الفيديو الاخره عشان ناخد الجزء الخاص باللغات، وتقولوا رايكم برده في العبايه عشان رايكم بجد بيهمني. ده اولا. ثانيا، قلنا بقى جزء اللغات، كنت قاعده كده باخد شويه فاكهه، فحبيت قلت يبقى الفيديو بتاع النهارده واحنا بنتكلم على العبايه اللي عجبانا في نفس الوقت برده، لا عشان حطيت فيها بس اتوسخت يعني لازم ازود الحاجه جديده. فقلنا قلت اقول لكم الاسامي بتاعتها برده زي ما احنا متعودين. الفاكهه مبدئيا فروتس اولادي الحلوين او اطفالي الحلوين، حاول نتكلم معاهم انجلش، نقول لهم المصطلحات بتاعتها ونفيدهم على قد ما نقدر. ازاي؟ زي ما انا قلت لكم كده، نبتدي نستخدم الحاجات او المصطلحات اللي احنا بنتكلم فيها بشكل مبسط، وخلوا الاولاد يتكلموا انجلش. بليز خليه يتكلم انجلش، بليز بطلت التريقه عليه لما يقول حاجه انجلش، قول ايه ده بقى ينطق بجد، قولوا له ان انت واو برافو عليك لما تسمعي منه كلمه، بجد هيفرق معاه جدا وهيتعلم انجليش بسرعه بالطرق السهله دي، ان الحاجه تبقى بطريقه المنتسوري تبقى قدامه. فاكهه فروتس، فاكهه فروتس، اوكي. اول حاجه في الفاكهه ابل، this is apple تفاح، this is apple تفاح، this is yellow apple تفاح اصفر، because we have red ابل لان احنا عندنا تفاح احمر. ابل تفاح، التفاح ده او الابل ده عجبني قوي، عايز اقول ده لذيذ يامي يعني حلو جدا. ده تعبير بسيط ممكن الاولاد تقولوا عنه لما الحاجه تعجبهم يامي. واقدر اقول عليه ديلاشز، ديلاشز الله ده حلو قوي، ديلاشز يعني لذيذ، ديلاشز يعني لذيذ، فعلا ديلاشز. اوكي اخش على حاجه تانية، الجرابس، جرابس عنب، يبقى العنب اسمه ايه؟ جرابس. تعالوا كده ندوق مع بعض. هتقولوا ايه عليه؟ اتس ديليشيز، اتس ديليشيز يعني ده حلو قوي، اي لايك ات، انا حبيته، اي لايك ات، انا حبيته. هقول بقى عشان نكمل الفيديو، نخش على نوع فاكهه تاني، بيتش، الايه؟ الخوخ، بيتش. ايه ده مش بيتش دي معناها شاطئ يا تيتشر؟ بيتش، بي فور بن، بي تقيله، خوخ، تراي وان. عايز اقول لحد يلا نجربه او يلا ناكل، ليتس ايت، ليتس يعني هيا بنا. ده تعبير لما استخدمه لما بحب اعمل سجشن يعني اقتراح، عايز اقول لك يلا ناكل،
let's eat. يلا نشرب let's drink. يلا نلعب let's play. اوكي يبقى اسمها let's، اسمها let's. عايز اقول برضو عليه ايه؟ it's delicious. it's delicious يعني لذيذ جدا. يبقى دي كده فروت. اه لسه في فاكهه كتير جدا هنكملها في فيديوهات تانية. عايز اقول ان انا بحب الفاكهه. I like fruits. I like fruits. انا بحب الفاكهه. I like fruits. انا بحب الفاكهه. I like apple or it's apple. grapes العنب. grapes. peach peach. اوكي عايز اقول كلمه لذيذ delicious. كلمه لذيذ delicious. اوكي وهكتب لكم المصطلحات في اخر الفيديو، فيا ريت ما تروحوش في اي مكان عشان عارفه ان انتوا بتبقوا عايزين المصطلحات او الكلمات مكتوبه. تمام ما ننساش نعمل لايك، اتفرج على الفيديو لاخره لسان المصطلحات هتلاقوها في الاخر، وندوس اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس، وكل حبايبي رجاء شخصي يعملوا مشاركات على كل الجروبس اللي هم عارفينها. متنسوش تقولي رايكم في العبايه وفي الستايل الجديد. Thank you so much. Goodbye.